كيف أترشح وأنا زوجة موظف معين؟ كاين نمطين من الإجابة. نقدر مثلا نقول لك سي أصاور واحد الجواب خطي، لا شيء يمنعني بالقانون والأصل في الشيء الإباحة. ونقدر نقترح على هذيك المجموعة المعزولة التي مرة أخرى تستعمل هذه المعطيات بناء على توجيه من الأخ الكاتب الأول، كنقول لهم أودي في المرة الجاية في العضوية ديال الحزب حددوا لنا شغل الزوج، شغل الزوجة، شغل الجيران، شحال كتلبسوا، شكون هما نتوما، اش بغيتوا ديروا، وديك الساعة نكونوا مرتاحين.